هاي everyone, this is سيلوان again from Anatomy for Fun. النهاردة تاني لكتشر لينا في الشانل دي, هنتكلم عن البريكيال بلكسس. ما تنسوش الليرنينج جايد والانسس بتاعت الكويسز بتبقى اتاتش تحت في الديسكريبشن بوكس, فداونلود ات. فيلا بينا نبتدي. أول حاجة عايزين نقولها هي يعني إيه plexus أصلاً. plexus as a term دي بنقولها when two or more nerves intermingle together أو بيconnect together عشان يروحوا يسupply anatomical region معين, يعني حتة في الجسم محددة. فexample مثلاً إن البريكل plexus دي في nerve هتروح تسupply البايسبس وتعمل لنا flexion للforearm, وفي nerve هيروح للتايسبس عشان يعمل لنا extension للforearm. فدي بنقول عليها plexus لأن كل النيرفز اللي خارجه منها هتروح للأوبر ليم, اذا بقى تسبلاي الارم الفور ارم او الهاندز. تاني حاجة مهمة هنتكلم عليها وهي ايه الفونكشن بتاع البريكيال بلكسس ده, يعني ايه اهمية ان انا يكون عندي نيرفز تروح للأوبر ليم. هي ليها حاجتين. اول حاجة اللي هي بتدي موتر انرفيشن للموسلز بتاعة الشولدر الارم الفور ارم والهاند, وبنقول عليها ان هي سوماتيك بلكسس. سوماتيك بلكسس لان هي بتروح تسبلاي الموسلز اللي انا فولونتريلي بارادتي ممكن اتحكم فيها, على غير مثلا موسلز زي الدايفرام او الهارت. دي محدش هيتحكم في الهارت بيتس بتاعته مثلا, بس هي هتروح على العكس لموسلز انا ممكن اقدر احركها, فبتبقى considered او بتتقال عليها ان هي سوماتيك بلكسس. ده اول function الموتر انيرفيشن بتاعتها. تاني function ودي بتبقى sensory, ان هو بياخد sensory impulses من كل الستركتشرز اللي بتبقى موجودة في الأوبر ليم. بنتكلم على bones, muscles, بنتكلم على حتى skin و connective tissue, هتاخد منه sensory impulses بتاعته through the nerves اللي في البريكيال بلكسس دي وتوديها للspinal cord and then للبرين. بعد كده عايزين نتكلم على البريكيال بلكسس ده بيطلع من انهي spinal nerves بالظبط. كلنا عارفين اللي هو بيطلع من C5, C6, C7, C8 and T1 spinal nerves. طيب بس عايزين قبل ما نبتدي في الديتيلز بتاعة الspinal nerves دي نعرف هو خارج بالزبط ازاي, او خلينا نقول الستركتشر بالزبط بتاعة الspinal nerves. انا عندي الspinal cord بيبقى خارج منه على طول ventral root وداخل فيه dorsal root. التو روتس دول بيكومباين توجذر عشان يدوني الspinal nerve trunk. بعد كده الspinal nerve ده هيديني تو برانشز, واحد اسمه ventral rami وواحد اسمه dorsal rami. فتاني دلوقتي انا عندي spinal cord فيه تو روتس. dorsal root ده داخل بيدخل sensory innervation في spinal cord, و ventral root ده اللي بيخرج الموتر nerves. الاتنين دول هي combine together عشان يدوني spinal nerve trunk اللي هو هيبقى mixed في sensory motor. بعد كده spinal nerve trunk ده بيديني ventral rami و dorsal rami. احنا بنتكلم في البريكيال بلكسس بتبقى الفنترال ريماي بتاعة الفايف سباينال نيرفز دول, لان الدورسال ريماي ده بيروح يسبلاي الموسلز والسكن بتاع الباك فمناش دعوه بيه. فاحنا بنتكلم على فنترال ريماي مش الفنترال روتس بتاعة السباينال نيرفز, وبنقول عليها اللي هي الفنترال روت بتاعة C5, C6, C7, C8 and T1, بس هو بيبقى قصدنا الفنترال ريماي مش الفنترال روت بروبر. نقطة تانية, احنا عندنا الموست كومن نيرفز اللي بيبقوا في البريكيال بلكسس هما C5, C6, C7, C8 and T1, بس في اكسبشنز. في ناس بيبقى عندها حاجة اسمها prefixed brachial plexus. البريفيكس ده ان هي بدل ما بيبدأ من C5 لا هيبدأ من C4, ده بيبقى prefixed brachial plexus. في ناس on the other hand بتبقى عندهم postfixed brachial plexus, ان هنا بدل ما بينتهي عند T1 لا ده هيبقى هينتهي عند T2, اللي بياخد most of the fibers بتاع T2 instead of ending عند T1. فهما دول التو exceptions, بس all through الفيديو اللي جاي احنا نتكلم على الموست كومن اللي هي من C5 لحد T1.
حاجة كمان مهمة عايزين نتكلم فيها هي علاقة كل نيرف من النيرفز بتاعت البريكل بلاكسس دي بالكورسبوندنت فيرتبرا. ايه مكان كل نيرف للفيرتبرا اللي بتبقى طالعة منها؟ بمعنى انا عندي دلوقتي السيرفايكل نيرفز كلها اللي هي من C5 لحد C8، فانا عندي ان اول واحد اللي هي السباينال سيرفايكل نيرف، او خلينا نقول ان النيرف بتاع C5 ده بيبقى خارج من فورمن فوق C5 فيرتبرا، C6 خارج فوق الفورمن بتاع C6 فيرتبرا، وهنفضل ماشيين كده لحد C7 عشان عندنا 7 سيرفايكل فيرتبري لكن 8 سيرفايكل نيرفز. فهيبقى عندي ان كل النيرفز بتاعت السيرفايكل سباينال كورد دي هتبقى خارجه فوق الكورسبوندنج فيرتبري بتاعتها، ان مثلا C2 نيرف خارج فوق الفيرتبرا بتاعت C2، C3 فوق الفيرتبرا بتاعت C3، الكلام ده كله لحد C7 اللي هي اخر فيرتبرا عندي هي C7. ماشي، دي في السيرفايكل بارت بتاعت السباينال كورد. فال C7 سباينال نيرف هيخرج من فوقيها، بس عشان عندي سيرفايكل نيرف زياده ملهوش فيرتبرا فهنا هيخرج بقى C8 فوق T1. بعديها بعد الحته بتاعت ان ال 8th سيرفايكل نيرف دي، كل اللي جاي هيخرج تحت الفيرتبرا بتاعته، يعني T1 هيخرج من تحت الفورمن بتاعت الفيرست ثراسيك فيرتبرا، T2 هيخرج من تحت ال T2 فيرتبرا and so on. فهي دي اللي عندها البلوت تويست او التيرنينج بوينت، اللي هي C7 فيرتبرا و C8 سباينال نيرف. وده ليه؟ عشان احنا عندنا 7 سيرفايكل فيرتبري لكن عندي 8 سيرفايكل سباينال نيرفز. طيب بعد ما قلنا البارت بتاعت الفنترال روت والفنترال ريماي، عايزين نقول بقى السيجمنتس بتاعت البريكل بلكسس. ان البريكل بلكسس ده من اول ما بيخرج للسباينال كورد لحد ما بيروح للمسلز تو بي سبلايد بي بيتقسم لسيجمنتس. ليه بيتقسم لبارتس كده؟ مش مثلا ان النيرفز كلها هي C5 من اول ما بيخرج من السباينال كورد للمسل بيبقى هو، لا، هي بتتغير لان كل واحد مثلا بيكومباين مع نيرف تاني او بيدي برانشز. فدي ان كل ما بيحصل تغيير في كل نيرف من النيرفز دي بتبقى بدايه سيجمنت جديده في البريكل بلكسس. هنعرف ان هي فيها 5 سيجمنتس. قبل ما نبتدي بالاسامي بتاعتهم هنشوف فيديو بسيط كده وبعد كده هنكمل. This Rugby World Cup final has been a disaster for the ladies in green. Some roadblocks. It hasn't been easy for us. But ultimately, I know these roadblocks, these obstacles, this opposition won't stop us from doing what we're meant to do. We're talking about will. If you want this enough, you're willing to go through any pain, any tackle. You're willing to do whatever it takes so that when we get back out there, we will not surrender. So, as we have seen, rugby teams do not cover bruises. طيب النمونيك ده ممكن يفيدني ازاي اللي انا احفظ السيجمنتس بتاعه البريكل بلكسس؟ احنا قلنا اللي هم 5 سيجمنتس بخمس كلمات. رجبي تيمز دو نوت كوفر بروزز فور 5 سيجمنتس. رجبي فور روتس، ودي اول سيجمنت بتاعه البريكل بلكسس. تيمز فور ترانكس، ودي تاني سيجمنت من البريكل بلكسس. دو نوت فور ديفيجنز، كوفر فور كوردز، bruises for the terminal branches. Therefore, عندي من proximal to distal، يعني من الأول للآخر، عندي roots, trunks, divisions, cords and terminal branches. طيب إيه أماكنهم بالضبط؟ أنا عندي دلوقتي أول ما بيخرج من الـ vertebral column هي بتبقى roots،
الروتس دي هتفضل موجودة من أول ما تخرج من الفيرتيبرال كولم لحد البوستيرير تريانجل بتاعة النك. لحد فين في البوستيرير تريانجل بتاع النك؟ أنا عندي ورا الستيرنوماستويد، هو ده بيبقى البوستيرير تريانجل. في ورا الستيرنوماستويد تو ماسلز بنسميها انتيرير سكالين ماسل، ده بيبقى قدام البلكسس، وميدل سكالين ماسل ده اللي بيبقى ورا البلكسس. التو ماسلز دول الحتة اللي ما بينهم بتتسمى انترسكالين تريانجل، ده اللي بيخرج منها البريكيال بلكسس وبيخرج معاه السبكليفيان ارتري. فدلوقتي الحتة اللي ما بين التو ماسلز دول الانتيريا سكالين والميدل سكالين دي اللي بتبقى فيها الروتس بتاعة البريكيال بلكسس. بعد كده بعد السبيس دي هيبقى عندي الترونكس. الترونكس هتبقى ستيل لسه موجودة في البوستيريور تريانجل بتاعت النك. then الديفيجنز، الديفيجنز بتبقى موجودة ورا الكلافيكل في البوستيريور تريانجل بتاع النك. بعد كده اخر تو سيجمنتس الكورتس والترمينال برانشز دي بتبقى موجودة في الاجزيلا عشان يروحوا يسابلاي خلاص المسلز اللي بتبقى موجودة في الابر لم. فدلوقتي عندي ان اول 3 segments اللي هي الروتس الترنكس والديفيجنز دول بيبقوا موجودين في البوستيريور تريانجل بتاعت النك. اول ما نبتدي نشوف نيرفز بعد التو ماسلز الانتيرير والميدل سكالين كده هبقى شفت الترنكس. اللي قبليها واللي ما بين التو ماسلز دي هي اللي بتبقى الروتس، واللي بعديها ورا الكلافيكل دي بتبقى الديفيجنز. طيب عايزين نتكلم على الانترسكالين تريانجل شويه. هو دلوقتي احنا اتفقنا ان دي بتبقى بارت موجودة في البوستيريور تريانجل بتاعة النك ما بين تو ماسلز، وقلنا ان البريكيال بلكسس بيخرج من التريانجل دي او السبيس دي معاه قدامه السبكليفيان ارتري. طيب ايه الكلينيكال ابليكيشن بتاعه سبيس زي دي؟ ان هي ممكن دكاتره بيستخدموها ان هم يحقنوا انستاتيك ايجنتس عشان يعملوا تخدير للشولدر الارم لحد القلب. طيب هنا بقى جينا عند البوينت المهم، السيجمنتس بتاعه البريكيال بلكسس دي بتبقى متقسمه ازاي، او ايه اللي بيحصل عشان نغير من سيجمنت للتانيه، وايه البرانشز بتاعه كل سيجمنت. خلينا كده نبتدي واحدة واحدة. احنا قايلين ان البريكيال بلكسس هو بيبقى معمول من 5 روتس او الفايف سباينال نيرفز اللي احنا متفقين عليهم C5, C6, C7, C8 and C1 اللي هي بالفنترال ريماي and not the ventral root. طيب الفايف روتس دي هيدوني 3 ترونكس ازاي بقى؟ انا عندي C5 و C6 هيكومباين توجذر عشان يدوني superior trunk، وبعد كده C7 ده هيكمل لوحده هيديني الميدل ترنك، وبعد كده C8 and C1 هيكومباين توجذر عشان يدوني الانفيرير ترنك. فدي اول تشينج بيحصل ما بين السيجمنتس اللي هي من روتس لترنكس. عندي 5 روتس هيدوني 3 ترنكس، عندي من C5 لT1 هيدوني superior, middle وinferior trunk. دي اول تشينج. تاني حاجة ايه اللي هيحصل عشان الترنكس تتحول لديفيجنز؟ انا عندي 3 ترنكس هيدوني 6 ديفيجنز. ازاي؟ ان كل واحدة فيهم هتديني انتيرير ديفيجن وبوستيرير ديفيجن، فهيبقى عندي 3 انتيرير و3 بوستيرير ديفيجنز. فدلوقتي عندي ان 5 روتس هيدوني 3 ترنكس superior, middle وinferior، هيدوني 6 divisions اللي منهم 3 anterior و3 posterior. طيب بعد كده الديفيجنز دي هتديني كورتس، وكده هنبقى خلاص دخلنا في الاكزيلي ريجن او اللي هي عدينا بقى الكلافيكل ودخلنا في الاوبر لم. طيب ازاي الديفيجنز او ازاي الستة ديفيجنز دول هيدوني كورتس؟ انا عندي 3 كورتس وعندي 6 ديفيجنز، ايه اللي هيحصل عشان يتحول من ديفيجن لكورت؟ انا عندي 3 انتيرير و3 بوستيرير. تو سمبليفايد كده من الاول، انا عندي ان ال3 بوستيرير ديفيجن دول هيكومباين توجذر عشان يدوني 1 بوستيرير كورت. بعد كده عندي 3 فاضل 3 انتيرير ديفيجنز، الانتيرير ديفيجن بتاعه السوبيرير ترنك والميدل ترنك هيدوني
lateral cord والانتيرير ديفيجن بتاعة الانفيرير ترونك دي هتديني الميديال كورد لوحدها. فانا لحد دلوقتي عندي 5 روتس بتلاتة ترونكس superior, middle و inferior بsix divisions, ان كل ترونك ادتني anterior division و posterior division, السuperior ادتني anterior و posterior, الميدل ادتني anterior و posterior, والinferior ترونك ادتني anterior division و posterior division. واتفقنا ان الديفيجنز هتتحول لكوردز ازاي, ان التلاتة posterior division هيدوني posterior cord, الاتنين anterior divisions بتاعت السuperior ترونك والميدل ترونك هيدوني ال lateral cord, واخر حاجه ال anterior division بتاعه ال inferior trunk هتديني ال medial cord. اخر بقى تشينج من السيجمنتس ازاي الكوردز هتتحول لترمينال برانشز, وهنا ان كل كورد هيديني 2 terminal branches. فتو سم ات اب, انا عندي 5 roots, 3 trunks, 6 divisions, 3 كوردز و 6 terminal branches. الترنكس بتبقى superior, middle, inferior, الديفيجنز anterior و posterior لكل ترنك, الكوردز عندي lateral cord, posterior cord و medial cord, وكل كورد هيديني 2 terminal branches. بعد كده هنتكلم على اسامي الترمينال برانشز والبرانشز اللي بتخرج من كل سيجمنت في البريكيال بلكسس. هنبتدي باسامي الترمينال برانشز. احنا اتفقنا ان كل كورد هيديني 2 ترمينال برانشز, فيبقى عندي توتال اوف 6 ترمينال برانشز. ايه النمونيك اللي ممكن يحفظني او يسهل عليا حفظ اسامي الترمينال برانشز دي؟ اسمه my aunt raped my uncle. Not that clean, I know, but it helps. بس دول 5 وانا قلت ان انا عندي 6 terminal branches. هنعرف ايه التريك. اول حاجة my for musculocutaneous, وده اول terminal branch من lateral cord. lateral cord هيديني اول 2 terminal branches. المusculocutaneous ده اول واحد فيهم. تاني واحد هنسكيبت شوية. بعد كده posterior cord هيديني axillary for aunt, radial for raped, and then median nerve للماي التانية. والميديان نيرف ده بيبقى واخد 2 terminal branches. ازاي؟ هو واخد تاني terminal branch بتاع lateral cord وواخد اول terminal branch بتاع medial cord. فعندي lateral branch of median nerve وmedial branch of median nerve هي combine together عشان يعملولي median nerve proper. فأول حاجة عندي my aunt raped my uncle. my for musculocutaneous ده من lateral cord, aunt for axillary بتاع posterior cord, radial for second terminal branch بتاع posterior cord, and then median nerve, واتفقنا لده واخد 2 terminal branches من lateral ومن medial cord, وآخر واحد uncle for ulnar nerve. في بوينت هنا بتبقى لذيذة, ان البرانشز بتاعت الترمينال برانشز بتاعت اللاترال كورد والميديال كورد بيعملولي ام شيب, والام شيب ده بيبقى كاركترستيك ان هو during الديسكشن بتاعت الأوبر لم او الأكزيلري ريجن احنا بنشوف على الأكزيلري أرتري نيرفز عاملة ام شيب. ده بيسهل لي ان انا اعرف ايه الستركتشرز اللي انا بص عليها. احنا كده اتكلمنا على اسامي الترمينال برانش. احنا هنكمل البرانشز بتاعت كل سيجمنتس. فنبدأ من بروكسيمال لديستال او من الاول للاخر. اول حاجة خالص الروتس. ايه البرانشز اللي بتبقى خارجة من الروتس؟ انا عندي 2 برانشز. اول واحد خالص هو الدورسال سكابيولر نيرف. الدورسال سكابيولر نيرف ده بيبقى خارج من C5 روت, بس هو بيبقى خارج من الروتس, فهو بيبقى خارج من الحتة بتاعت البلاكسس وهي موجودة ما بين التو موسلز الانتيريور سكالين والميدل سكالين. بعد كده هيرجع لورا من البوستيريور تريانجل بتاعت النك, هيبيرس الميدل سكالين موسل ويرجع لورا تو سبلاي 3 موسلز, الليفيتر سكابيولي والرومبويدس ماينر والرومبويدس ميجر موسل.
تاني برانش بيطلع من الروتس هو اللونج ثراسيك نيرف او النيرف تو سيريتس انتيرير. ده بياخد 3 نيرف روتس، بياخد C5 C6 and C7 to supply السيريتس انتيرير muscle، اللي هما 2 الدورسال سكابيولر نيرف واللونج ثراسيك نيرف او النيرف تو سيريتس انتيرير. هنقول البرانشز اللي بتطلع من الترونكس في السيجمنت دي. انا عندي برانشز بتطلع من السوبيرير ترانك بس، لكن ما فيش برانشز ولا من الميدل ولا من الانفيرير ترانك، بس السوبيرير ترانك. فالنيرف روتس بتاعت النيرفز دي هتبقى من C5 وC6، لان السوبيرير ترانك بتبقى معموله من C5 وC6. طيب ايه اساميهم؟ هم 2S نيرفز، الاثنين نيرفز بيبتدوا بحرف الاس وهم كمان من السوبيرير ترانك. ايه هم؟ اول واحد هو السوبراسكابيولار نيرف، تاني واحد نيرف تو سبكلافيس. السوبراسكابيولار ده بيخرج من السوبيرير ترانك او بيرجع ورا، وبعد كده يعدي من فوق السكابيولا ثرو فورامن في السكابيولا كده اسمه سوبراسكابيولار فورامن، وبعد كده يروح يسبلاي السوبراسباينيتس ماسل والانفراسباينيتس ماسل. تاني نيرف هو النيرف تو سبكلافيس، وده بيعدي قدام عشان يسبلاي السبكلافيس ماسل اللي بتبقى تحت الكلافيكولار بون. فكده نبقى قلنا البرانشز بتاع التو سيجمنتس، الروتس اللي هو فيه تو برانشز، الدورسال سكابيولار نيرف اللي بيروح يسبلاي الليفيتر سكابيولي الرومبويدس ماينر والرومبويدس ميجر وهو بيخرج من C5 بس. تاني واحد هو اللونج ثراسيك نيرف او النيرف تو سيريتس انتيرير اللي بيخرج من C5 C6 and C7 وبيروح تسبلاي السيريتس انتيرير. تاني سيجمنت قلنا الترانكس بيخرج منها تو برانشز برضو من السوبيرير ترانك وسميناهم S nerves. اول واحد السوبراسكابيولار نيرف بيروح to the back من فوق السكابيولا through السوبراسكابيولار فورامن عشان تسبلاي السوبراسباينيتس والانفراسباينيتس مسل. تاني واحد النيرف تو سبكلافيس، وده بيعدي قدام عشان تو سبلاي السبكلافيس مسل. تالت سيجمنت بقى هنقوله هو الديفيجنز. احنا خلصنا الروتس والترونكس، تالت واحد هو الديفيجنز. الديفيجنز هي ما فيهاش برانشز خالص، بس هي في بوينت اهم ليها من البرانشز. ايه فكرة ان الديفيجنز تبقى انتيرير وبوستيرير؟ هي دي بتبقى ليها embryological origin، ان during الديفلوبمنت بتاعت الهيومن بودي النيرفز بتتقسم لنيرفز رايحة للانتيرير بارت بتاعت الابر لم ونيرفز رايحة للبوستيرير بارت بتاعت الابر لم. البوينت دي بتحصل عند السيجمنت ده، السيجمنت بتاع الديفيجنز. فانا عندي ان كل الانتيرير ديفيجنز دي هتعمل نيرفز اللي هتروح للانتيرير كومبارتمنت او الفلكسرز بتوع الابر لم، والبوستيرير ديفيجنز هتعمل كل النيرفز اللي رايحه للبوستيرير كومبارتمنت او الاكستنسرز بتوع الابر لم. السيجمنت اللي بعد الديفيجنز هو الكوردز. انا عندي لاترال كورد، ميديال كورد، وبوستيرير كورد. ليه اتسموا بالاسامي دي؟ عشان ده بيبقى ان ريليشن لمكانهم السكند بارت بتاعه الاكسيلري ارتري، بمعنى ان اللاترال كورد هو بيبقى لاترال للارتري، الميديال كورد هو ميديال للارتري، والبوستيرير كورد هو اللي ورا الارتري. فبوينت كده انا عندي ان البوستيرير كورد اسمه بوستيرير كورد عشان مكانه، مش عشان واخد البوستيرير ديفيجنز. هي جت صدفه ان هي البوستيرير ديفيجنز وبوستيرير كورد، بس هو اسمه بوستيرير عشان مكانه للسكند بارت بتاعه الاكسيلري ارتري. بعد كده هنقول البرانشز اللي بتطلع من الكورد. هما بيطلعوا ان برانشز تانية غير التيرمينال برانشز. فمثلا لو هنبتدي باللاترال كورد، اللاترال كورد بيطلع 3 برانشز، منهم 2 الترمينال اللي هو الماسكولوكوتينيوس واللاترال برانش بتاع الميديان نيرف، فهو بيطلع 3 نيرفز. ليها نمونيك البرانشز بتاعه اللاترال كورد دي بنسميه ايه؟ رجبي بلايرز ار لونج لجد موفرز. لونج لجد موفرز، اول واحد لونج دي بتستاند لاول برانش اللي اسمه لاترال باكتورال نيرف.
دي لونج لجد فور اللاترال برانش بتاعت الميديان نيرف اللي هو واحد من التيرمينال برانش موفرز فور الماسكولو كوتينيوس وهو سكند تيرمينال برانش بتاع اللاترال كورد. خلينا نتكلم على اول برانش اللي هو اللاترال باكتورال نيرف. اللاترال باكتورال نيرف ده بيطلع من اللاترال كورد فهو بيبقى واخد نيرف روتس بتاعت السوبيرير والميدل ترنك اللي هي C5 C6 and C7 وبيروح يسبلاي البكتوراليس ميجر والبكتوراليس ماينر مسل. تاني كورد هنتكلم عن البرانشز بتاعته هو الميديال كورد. الميديال كورد بيخرج 5 برانشز منهم 2 تيرمينال برانشز. فالخمسة برانشز كلهم بيبتدوا بحرف الام فبنسميهم الام نيرفز زي الاس نيرفز بتاعت السوبيريور ترنك. فهنا الميديال كورد بيخرج ام نيرفز وهما بيبقوا 5 برانشز. او النومونيك تاني ممكن نستخدمه ان رجبي بلايرز ميك ماني موفز يوزنج مسلز. Make many moves using muscles. أول واحد خالص بالأم هو الميديال باكتورال نيرف. أنا عندي lateral باكتورال نيرف بتاع lateral cord فأكيد عندي واحد تاني اسمه ميديال باكتورال نيرف. أول branch من الميديال كورد اللي هو واخد الانتيريور ديفيجن بتاعت الانفيريور ترنك بس اللي هو هتبقى النيرف روتس بتاعته C8 and T1. الميديال باكتورال ده هيروح برضو to supply الباكتوراليس ميجر والباكتوراليس ماينر بس هو ممكن ياخد كونكشن من اللاترال باكتورال نيرف. فده بيبقى النيرف اللي احنا بنشوفه بيكونكت ما بين اللاترال باكتورال من اللاترال كورد للميديال باكتورال من الميديال كورد. فده اول برانش من الميديال كورد الميديال باكتورال نيرف. تاني واحد اسمه ميديال كوتينيوس نيرف of arm. ده بيبقى sensory بيدي sensory innervation للميديال part بتاعة الارم الحتة اللي جوه من دراعي. بعد كده الميديال cutaneous nerve of الفورارم. يبقى دلوقتي قلنا اول ثلاثة branches بتاعة الميديال cord. اول واحد الميديال pectoral nerve وده بيدي motor innervation للpectoralis major والpectoralis minor. بعد كده عندي الميديال cutaneous nerve of arm وده بيدي sensory innervation للحتة اللي جوه من الارم. and then medial cutaneous nerve of forearm ده تالت nerve medial cutaneous nerve of forearm وده برضو بيدي sensory innervation للحتة اللي جوه من الفورارم. فانا عندي الارم الاول بعد كده الفورارم. ليهم اسامي تانية ان medial cutaneous nerve of arm او medial cutaneous nerve of brachium وبعد كده medial cutaneous nerve of forearm او medial cutaneous nerve of antebrachium. brachium والantebrachium دي اسامي تانية للارم والفورارم. فدول اول ثلاثة branches. التو branches اللي ناقصين اللي هما using muscles لان احنا قلنا النمونيك ان rugby players make many moves. دول الثلاثة اللي احنا قلناهم using muscles. using for the ulnar nerve muscles for the medial branch بتاعة the median nerve. يعني دول الاثنين terminal divisions. فانا عندي ثلاثة ان هو the medial pectoral nerve, the medial cutaneous nerve of arm او of brachium والmedial cutaneous nerve of forearm او of antebrachium. بعد كده ال two terminal branches the ulnar nerve والmedial branch of the median nerve. كده فاضل البرانشز بتاعت اخر حاجة خالص اللي هو البوستيريور كورد. البوستيريور كورد هيديني برضو اتنين تيرمينال برانشز اللي احنا متفقين عليهم الاكزيلري والراديال. نومونيك برضو عشان نحفظ برانشز اللي بتبقى خارجة من البوستيريور كورد اسمه الترا. الترا او rugby players are ultra competitive. الترا اول واحد هو الابر سبسكابيولر lower subscapular. T for thoracodorsal او nerve to latissimus dorsi and then R والA for radial nerve والauxiliary nerve اللي هما terminal branches اللي already قلناهم. T
طيب يبقى عندي الثلاثة الجداد هو upper subscapular, lower subscapular والثراكودورسل. بس ده مش بيبقى ترتيبهم على النيرف. ترتيبهم على النيرف من الأول للآخر upper subscapular وبعد كده الثراكودورسل وبعد كده lower subscapular. الأوبر أول واحد واللور آخر واحد. فعشان كده ممكن إن في ناس تسمي الثراكودورسل نيرف ده الميدل subscapular لأن هو اللي بيبقى في النص ما بين الأوبر subscapular واللور subscapular. طيب كل واحد فيهم هيروح يسبلاي أنهي muscles. الأوبر subscapular هيروح يسبلاي السبسكابيلاريس muscle. اللور سبسكابيولر هيروح يسبلاي السبسكابيلاريس ومعاها التيرس ماينر. الثراكودورسل بيروح يسبلاي اللاتسمس دورسايموس. اتنين تيرمينال برانشز الراديال نيرف وده ليه لكتشر لوحده. والاكزيلري بيروح يسبلاي التيرس ماينر الدلتويد والسنسري انرفيشن اوفر اللور هاف بتاعت الدلتويد. اخر بقى حاجة خالص هنقولها هي ايه البلوت سبلاي بتاع البريكيال بلاكسس ده. في اربعة ارتري. اول واحد هو الفيرتبرال ارتري. بعد كده عندنا برانشز من الثايرو سيرفيكال ترنك. بعد كده السوبرا سكابيولر ارتري. واخر واحد هو الترانسفيرس سيرفيكال. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو ده. كده فاضل حاجة بسيطة بس ان فيديو سوميري دقيقة ونص وخلاص. Thank you for watching. Bye-bye.